بصوت واحد وموحد صدحت مساجد الجزائر بمخاطر سموم حرمها ديننا الحنيف في خضم حرب خبيثة هدفها ضرب البلاد في شبابها. الإسلام حرم كل ما مشان الإضرار للعقل، واعتبر العقل هو الجوهرة نتاع الإنسان، عليها يقع التكليف وعليها يقع مناط الأحكام. ولهذا الله تبارك وتعالى عندما كان ولقد كرمنا بني آدم، كرموا بماذا؟ بالعقل. حرم الله تبارك وتعالى كل الإضرار بها واعتبرها جريمة لا تغتفر. يبحثون عن السراب بل عن الهلاك. باتت شريحة واسعة من خيرة الشباب في يد ثلة من تجار الموت، تجار عاكفون على سلخ أكبر فئة من الشباب عن القيم الخلقية والاستخفاف بالأصول والعبادات الدينية كمهمة تسهيلية للترويج لسمومهم. أننا مطالبون شرعا ومطالبون عقلا ومطالبون كمواطنين أننا نقف وقفة واحد للدفاع، لأنها دخلت علينا وعلى أبنائنا وعلى بيوتنا وفي مدارسنا. يجب أن نقف وقفة رجل كما قال الشاعر: قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزع. تعزيز الخطاب الديني والردع القانوني ونشر الثقافة التوعوية والحملات التحسيسية وغيرها مجهودات تسعى السلطات لدعمها لإنقاذ مستقبل الشباب.